يقول السؤال: امرأة أودعت مالها في أحد الأبناك، ثم حصلت على فوائد ربوية، فسؤالها يقول: هل يجوز لها أن تعطي هذه الفوائد الربوية لزوجها ليسدد بها ديونه، علما أن هذا الزوج محتاج وراتبه لا يسمح بتسديد دينه والنفقة على أهل بيته في آن واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. من دخل في مثل هذه المعاملات الربوية فإنه يشرع له التوبة إلى الله عز وجل، لأن الربا كما لا يخفى عليكم من أعظم الكبائر، والواجب التوبة إلى الله منه. ثم يقع السؤال بعد ذلك، بعد التوبة والاستغفار والندم ونحو ذلك، يقع السؤال عن هذا المال أو هذه الفوائد التي صارت تسمى في عصرنا فوائد. فنقول إن الواجب عليه أن يتخلص منها، والتخلص منها إخراجها لمن يحتاج إلى هذا المال من الفقراء والمساكين، لكن لا يدفعها فيما يحتاج فيه إلى مال طيب على الراجح، فلا يدفعها مثلا لبناء مسجد أو للحج منها، لأن الحج يشرع فيه أن يكون المال طيبا، لكن يتخلص منها للفقراء والمساكين لسد حاجتهم، على أنها لا تعد صدقة، أي لا ينوي بها الصدقة ولا يحصل له أجر الصدقة حتى لو نواها، لأن ذلك إنما هو من قبيل التخلص من المال الحرام لا من قبيل التصدق. فإذا علم هذا فهذا التخلص من المال الحرام يمكن إعطاؤه للأقارب، ولا إشكال في ذلك، بل الأقارب في ذلك أولى من غيرهم، فيمكنها أن تعطي هذا المال لهذا الزوج اللي هو من الأقارب، وهي ليست ملزمة بنفقته، فتعطيه من هذا المال من باب التخلص، ولا إشكال، والله تعالى أعلم. هل يمكن للزوج أن يعطي هذا الأمر لزوجته أيضا؟ هذه القضية الإشكال فيها هي أنه ما دام هو تجب نفقتها عليه فينبغي أن لا يكون ذلك نوع احتيال على ترك هذه النفقة، واضح؟ فيكون هذا الإخراج من قبيل التحايل على ترك شيء من النفقة الواجبة عليه، أما العكس فلا إشكال فيه، على أساس أن نفقة الزوج ليست واجبة على الزوجة. بارك الله فيكم.